يا صباح الجمال، سلام عليكم. وحشتوني جدا جدا النهارده. احلى قهوه بوش ايه جنان، ما تقوليليش اي كافيه، لا ده سر بقى من جوه الكافيه. تعالوا بسرعه هنجيب الكنكه بتاعتنا الحلوه دي. دي كنكه دريم اللي هي زي الكاتل كده بالظبط، تتشال وتتحط وليها زرار اهو زي ما انتم شايفين. هنحط فيها ايه؟ اول حاجه هنجيب معلقتين سكر، وهنجيب معلقه بن، وهنجيب 3 ارباع كوبايه لبن، وربع التاني مية حسب طبعا الرغبة. في ناس بتحبها بلبن، في ناس لا. انا بحب القهوة الفرنساوي دي جدا، عشق بقى يا جماعة، عشق السنين. بصوا كده قلبناها، واول ما تفور هنطلعها. ده بقى السر الخطير بتاعنا، اول ما تفور شوية. طب ليه؟ علشان تستوي بسرعة وكمان تستوي من جوه. صاحب الكافيه كان بيقولي كده القهوة لو طلعتيها اول مرة بتبقى نية، لكن كده بقى بتبقى من جوه ومن بره. بصوا حاجة جنان، عشق عشق يا جماعة، حلوة قوي. وهنحطها تاني وهنكررها كمان مرة، نسيبها تغلي عشان تطلع بالوش بتاعنا وتستوي من جوه زي ما اتفقنا، وهطلعها تاني برضو بس لما تفور زي ما انت شفتوا اهي تاني مرة. هفضل اكرر في الموضوع ده كذا مرة علشان تدي تيست حلو قوي وطعم جنان. والله لو جربتوها انسوا، هتفضلوا كل شوية تعملوا نفس الطريقة دي. بقى كمان للناس المبتدئين اللي مش فاهمين، لكن احنا طبعا فاهمين كويس. هنحطها تاني لحد ما تعلق، تعمل احلى وش. تمام، بص بقى الوش الجميل. ايوه طلعناه اهو، شايفين الوش قد ايه بتغلي وبتفور اهي. اه جنان جنان، حلوة قوي. حطناها تالت مرة، رابع مرة، وبعدين هنصبها بقى كوباية. بتقولك صبيني، في ناس بتحبها في فنجان وفي ناس بتحبها في المج. انا بموت في المج، بحبه جدا، ده العشق الصبح بقى. لازم كوباية المج دي الاساسي بالنسبة لي. اه بص بتنزل ازاي، جنان جنان جنان، حلوة قوي. تمام، نحطها بقى نروح بقى بسرعة 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 عشان نحطها مع احلى بسكوت جميل باليانسون. ده الصباح بتاعي كل يوم، جميلة جدا. لا لا لا، شفتوا الوش بقى خطير، حلو جدا. جربوا الطريقة دي انسوا، وش مضمون 100%. استنوا بس، تعالوا بقى هنقول لكم انا هنحط ايه. هنحط احلى شوكولاتة بقى، شوكولاتة ده فرير روشي جميلة جدا، ده العشق بتاعي بقى، حلوة جدا معاها. في ناس بتحط الشوكولاتة نفسها مع القهوة، بس انا لا، انا بحب استطعمها كده لوحدها. جميلة 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 طبعا، لذيذة بعشرين جنيه بس حلوة برضه، حلوة فيها ثلاثة طبعا وجميلة جدا. ده العشق بتاعي كل يوم الصبح. تمام، اه فتحتها قدامك اهو، روعة، جواها بندقية بقى وايه، جنان. اه تعالوا اشربوا معايا، اتفضلوا معايا، حلوة قوي قوي قوي. صباح الورد والياسمين والجمال عليكم، وانا حبيت اصبح عليكم واوريكم قهوتي الجميلة. باي باي، سلام.